جديد برحب بحضراتكم. العالم بيشهد تصاعد كبير في أزمة الطاقة، أزمة طاحنة بين روسيا والغرب ورح تدور على الجميع. أوروبا تترقب مصير مجهول مع اقتراب الشتاء، العالم بيعيش حالة من الركود والغلاء غير مسبوقة. الأزمة دفعت كل الأطراف والقوى على الساحة الدولية نحو إعادة تقييم علاقاتهم وفتح تفاعلات أكبر مع مختلف الأطراف حتى يستطيعوا عبور الأزمة بأقل الخسائر الممكنة. كمان ده بالتأكيد هيأثر على التوازن الدولي وهينعكس أيضا على طبيعة العلاقات الدولية بين دول العالم. هنناقش الكثير من المحاور حول هذا الموضوع مع ضيفي الكريم في الاستوديو دكتور أحمد سيد أحمد، خبير الشؤون الأمريكية والدولية بالأهرام والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. دكتور برحب بحضرتك. أهلا بك أستاذة لامة. حين سوق النفط بيمر بتقلبات شديدة، بيمر مع ربما أوراق التوازن العالمي التي يعني اختلطت تماما بالوضع الراهن واختلفت أيضا تماما يعني المصالح والتوازنات بما يحدث الآن. مبدئيا قراءتك للوضع الحالي يا دكتور، وهل تحول سوق النفط إلى سوق سياسي أو قرارات تؤخذ على المحمل السياسي أكثر منه سوق طاقة؟ في الواقع أستاذة لما أن سوق الطاقة يعني على مدار الفترات السابقة كان يشهد تقلبات حادة، وكانت هذه التقلبات هي العوامل الاقتصادية بالأساس، يعني عوامل العرض والطلب، حالة الركود والنمو في الاقتصاد العالمي، يعني كما رأينا في الأزمة المالية عام 2008 بيخضع للاضطرابات السياسية داخل الدول المنتجة للنفط، وبالتالي يؤثر على حصتها في إنتاج النفط. مثلا الحرب على العراق في 2003 أثرت على الإمدادات العالمية، كانت اعتبارات خاصة باعتبارات اقتصادية، ولم تكن الطاقة أو النفط تحديدا أحد الأسلحة أو الأدوات في إدارة العلاقات الدولية. الأزمة الروسية الأوكرانية أظهرت أن سلاح الطاقة استخدم بشكل كبير، وأصبح هناك اعتبارات سياسية واقتصادية وراء استخدام النفط. بمعنى آخر، عندما تدخلت روسيا وبدأت العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير، بدأ الغرب وأمريكا تحديدا يستخدم أسلحة لمواجهة روسيا إضافة للسلاح العسكري. يعني الدعم العسكري لأوكرانيا كانت سلاح العقوبات، وبالتحديد سلاح العقوبات في مجال أمن الطاقة ومجال الطاقة تحديدا في مجال النفط كان أحد الأدوات للضغط على روسيا لحرمانها من عوائد النفط وتصدير نفطها. الأمر الثاني هو إثارة حالة من الضغط الشديد على روسيا لكي تنسحب من أوكرانيا. لكن هذا السلاح للأسف أو يعني استخدم أو جاء كما يقال في كرة القدم، كمان جاء يعني ألقى بهدف في مرمى، فجاءت بنتائج عكسية. بدأ الغرب يشعر بأزمة الطاقة، بارتفاع أسعار الطاقة، لأن روسيا كدولة مهمة في تحالف أوبك بلاس هي من الدول المنتجة للنفط والغاز تحديدا بشكل كبير، وتعتمد على أوروبا، وبالتالي بدأ هنا تسييس عملية النفط من كل طرف. استخدم النفط كسلاح من جانب الغرب وامريكا لفرض عقوبات على روسيا كأحد الادوات النفط العسكريه. بس خليني اسال حضرتك يا دكتور، كيف يختلف في الوقت الراهن بشكل اكثر تحديدا، يعني كيف يختلف الموقف الاوروبي الغربي عن الموقف الامريكي على سبيل المثال؟ يعني بعد ما حدث من قرار اوبك بلس اللي كان له وقع وصدى قوي جدا، الولايات المتحده الامريكيه ردت بانه ربما هذا القرار له عواقب. المنطقه هنا طبعا تدعم وتؤيد هذا القرار بشكل كامل، والمنظمه تشير الى انها ليست منظمه سياسيه ولكن هو قرار له علاقه بالوضع العالمي الراهن، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تظل ربما في مأمن أو تدير المشهد بشكل مختلف تماما عن أوروبا، فكيف تختلف أو يختلف الوضع الأمريكي في هذا الإطار؟ بالطبع، يعني أولا هناك ازدواجية أمريكية في التعامل مع قضية النفط وهذا القضية تحديدا. أولا عندما تدنى أسعار النفط مثلا في أزمة كورونا إلى ما قل 30 دولار لم تتدخل أمريكا، وكانت مستفيدة من هذا الإنتاج الضخم في النفط وتدني الأسعار. عندما بدأت تكتوي مع ارتفاع الأسعار الذي أدت إليه الأزمة الأوكرانية وزيادة الطلب العالمي والتعافي الاقتصادي بعد كورونا، بدأت أمريكا تتضرر وبدأت تؤثر حتى على الشؤون الداخلية. ارتفاع الطاقة في أمريكا بأسعار غير مسبوقة، يعني على سبيل المثال جالون البنزين 4 لتر يعني كان يرتفع من 2 دولار ل 10 دولار، وبالتالي لها اعتبارات سياسيه داخليه، وبدات امريكا تضغط في هذا الاتجاه. هذا يفسر لنا تعليق الرئيس بايدن الاخير على قرار اوبك بلس بتخفيض الانتاج 2 مليون برميل يوميا من نوفمبر المقبل، وهذا الضغط وهذا الخطاب السياسي الامريكي سواء تجاه اوبك بلس او تجاه المملكه العربيه السعوديه هو بيخضع لاعتبارات مسيسه خاصه بالانتخابات الامريكيه، التجديد النصفي، الحزب الديمقراطي في حاله
يعتبر في أدنى شعبيته والرئيس بايدن، وهناك فرص كبيرة للجمهوريين للفوز بانتخابات الكونجرس واستعادة الأغلبية في الكونجرس الأمريكي. وبالتالي بدأت هذا الخطاب التصعيدي في حتى التهديد بإصدار ما يسمى قانون نوبك. نوبك هذا نعم. قانون تم يعني الموافقة عليه مبدئيا، بس يقال أنه غير مؤثر يا دكتور. هذا القانون أنا في اعتقادي لن يمر، لأن هذا القانون طرح من 2007 ويستخدم الآن كوسيلة للضغط ووسيلة اللي يسمى كل للتهديد. يعني هذا القرار يعني معناه أن الكونجرس الأمريكي سيقر قانون يقاضي ويحاسب الدول التي يعتبرها أنها تقوم باحتكارات في أسعار النفط والإنتاج. لو تسمح لي دكتور نتوقف عند هذه النقطة تحديدا، حضرتك فتحت الكثير من النقاط التي سنعود للمتابعة من خلالها، ولكن معنا وقفة. فاصل قصير مشاهدين الكرام، أكون في انتظار حضراتكم. من جديد برحب بحضراتكم. دكتور أحمد، كنا بنتحدث ربما قبل هذا الفاصل عن الموقف الأمريكي في ظل كل ما يحدث والسياسة الأمريكية تجاه الموقف الراهن. حضرتك أثرت نقطة المتعلقة بتجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. إلى أي مدى ملف الطاقة وما حدث ربما من أوبك بلس إلى جانب الدعم الأمريكي لأوكرانيا هو مؤثر في تصويت المرحلة القادمة بالنسبة للكونغرس؟ يعني بالطبع سيكون مؤثر بالسلب على الحزب الديمقراطي لاعتبارات عديدة. أولها أن المواطن الأمريكي الأذي إن الآن من ارتفاع غير المسبوق في الطاقة والتضخم بشكل كبير هو بيرى ويحمل الحكومة الأمريكية المسؤولية الأساسية. لماذا؟ لأن هذه الحكومة إدارة بايدن هي من كانت السبب في وصول الأمر في أوكرانيا لهذا الحد. بمعنى أن السياسة الأمريكية تجاه الملف الأوكراني الروسي دفع روسيا في نهاية المطاف إلى التدخل العسكري لحماية أمنها القومي، لأن أمريكا أصرت على استفزاز روسيا، أصرت على ضم أوكرانيا حلف الناتو، لم تقدم ضمانات لروسيا فيما يتعلق بالتفاهمات الأمن الإقليمي في أوروبا. وبالتالي هذه السياسة التي كانت الهدف الاستراتيجي منها استنزاف روسيا وتحجيمها واستنزافها عسكريا واقتصاديا في إطار صراع أكبر، وهو يسمى الصراع على النظام الدولي باعتبار أن أمريكا لا تريد روسيا أن تكون قطبا في النظام الدولي كما الحال في الصين. وبالتالي الحفاظ على الحدود القطبية الأمريكية من خلال استنزاف القوى المنافسة لها روسيا والصين جاء بنتائج عكسية على الاقتصاد الأمريكي وعلى المواطن الأمريكي. المواطن الأمريكي في الانتخابات ما يهمه هو كما يقول يضع يده على جيبه. جيبه الآن مستنزف في الطاقة، في البنزين، في ارتفاع أسعار الغذاء بطريقة غير مسبوقة، في التضخم، وبالتالي سيكون له تأثيرات على الاختيارات في الانتخابات. العامل الآخر أيضا أن قرار أوبك حقيقة بخفض الإنتاج هذا قرار اقتصادي في إطار الحفاظ على أسعار النفط، يعني أسعار منصفة ومعقولة للنفط في إطار يحمي يعني يمنع التقلبات. وبالتالي محاولة تحميل أوبك بلس هذه الأسعار لن تكون يعني لن تقنع الناخب الأمريكي وراء سياسة الرئيس بايدن، لأن هذه منظمة اقتصادية قرارات اقتصادية أن أثار الأزمة الطاقة وأزمة الطاقة في العالم هو السياسة الأمريكية من خلال إثارة مسمى التوترات والبؤر الملتهبة في العالم سواء في أوكرانيا أو حاليا كما يحدث في الصين واستفزاز روسيا وموضوع تايوان. وبالتالي بدأ المواطن الأمريكي يدرك أن السياسة الخارجية لإدارة الرئيس بايدن بدأت تأتي بأثار عكسية ارتدادية على المواطن الأمريكي، وهذا سيؤثر سلبا في الانتخابات المقبلة. هذا على الرغم يا دكتور أنه الديمقراطيين والجمهوريين لهم نفس السياسة أو نفس التوجه فيما يتعلق بدعم الجانب الأوكراني، ده كان وهو طبعا دعم من خلال السلاح حتى الأموال اللي بتخرج عن قوانين أو عن تشريعات أمريكية بتذهب يعني شركات سلاح أمريكية لتوريد أوكرانيا بالسلاح. وأعتقد أنه بشكل أو بآخر متفق على هذه السياسة على الرغم أنها ممكن تؤثر في أبعاد أخرى أو زوايا أخرى لهذه القضية، ولكن حتى المواطن الغربي واضح يعني بشكل عام بيدعم سياسة دعم أوكرانيا. إلى أي مدى هذا دقيق؟ لا يعني المواطن الغربي يعني رأينا مثلا على سبيل المثال هو لم يوافق على فكرة السياسة في إطارة إزالة النزاع، وبيدعم أوكرانيا من منطلقات لاعتبارات خاصة به، يعني فكرة يعني الحفاظ على الدول، عدم التدخل العسكري، لاعتبارات خاصة به قانونية. لكن اعتبارات سياسية واقتصادية معظم الأوروبيين الآن لا يوافقون على توجهات حكومتهم، بدليل أن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون كان ضحية للدعم المطلق والمتشدد في أوكرانيا. رئيس وزراء إيطاليا ايضا الرئيس ماكرون وايضا في الانتخابات المحليه صعود، في صعود واضح لليمين، كلهم هناك صعود واضح لليمين باعتبار انهم ان اثيرت ان اوروبا يعني تماهت الموقف الامريكي ومشت في ذيل امريكا فيما يتعلق بتبني المواقف الامريكيه
في الإصرار على إقامة علاقات استفزازية مع روسيا وعدم تقديم ضمانات. المنطق يقول أن أوروبا هي مجاور لروسيا، أن أوروبا تعتمد في 40% من مصادر النفط والطاقة على روسيا من الغاز والنفط، والطبيعي أن هناك علاقات طبيعية. لكن عندما نتذكر أمريكا والهدف الاستراتيجي في أحد الأهداف استبدال مصادر الطاقة الروسية النفط والغاز بالنفط الأمريكي والغاز الأمريكي، ولذلك حتى مشروع نورد ستريم 1 و2 أو 2 حتى كان الرئيس ترامب يعارضه ويقول للألمان نحن نحمي في حلف الأطلنطي الأوروبيين وهم يستوردون الغاز من روسيا. الأوروبيين يردون يقولون أن روسيا مجاور، التكلفة الغاز أقل من الغاز الأمريكي الصخري عبر الأطلسي، وبالتالي هو صراع اقتصادي. بمعنى آخر أن سلاح الطاقة وأمريكا كدولة أيضا منتجة للنفط تثير الأزمات، هذه وظيفة أمريكا الاقتصادية. وبالتالي هنا بدأ الأوروبيين يدركون أنهم وقعوا في خطأ استراتيجي، فكرة التماهي في المواقف الأمريكية والتشدد، ولذلك نشهد الآن محاولات أوروبية للبحث عن فرص التسوية، هناك محاولات من الرئيس الفرنسي ماكرون، وبالتالي المواطن الأوروبي الآن هناك بدأت تظهر تداعيات هذه السياسة. السعودي اليمين المتطرف في إيطاليا لأول مرة، وحتى في اليمين أعتقد يا دكتور موقفه مختلف عن الحكومات الحالية الموجودة في أوروبا ضد السياسة الروسية بشكل أو بآخر. يعني اليمين هو لا، هو فكرة لا يتعاطف فكرة الاتفاق مع السياسة الروسية شيء، وفكرة السياسات الخارجية وفكرة أن اليمين يرى أن أهمية تغليب المصالح الوطنية أولا. صحيح. فكرة موقف أوروبي جماعي لمجرد أن أمريكا تريد أن تضغط على روسيا، هذا يرفضه اليمين المتطرف واليمين المتشدد في أوروبا. وبالتالي أزمة الطاقة سيكون لها تداعيات سياسية، لها أيضا تداعيات في إدارة العلاقات الدولية، في نمط التحالفات الدولية. يعني على سبيل المثال روسيا الآن تبحث عن أسواق بديلة لتصدير النفط والغاز بعد يعني القرار الأوروبي بوقف أو يعني تقليل الصادرات، لديها شراكات مع الصين، مع كوريا الشمالية، مع دول آسيا. هذه الشراكات والتحالفات ليست فقط اقتصادية، هي تحالفات استراتيجية، بمعنى أن صراع الدولي على النظام الدولي أمريكا من ناحية والمعسكر الغربي وروسيا والصين من ناحية أخرى، الكل يبحث عن شراكات استراتيجية اقتصادية لمواجهة الطرف الآخر. في إطار حديث حضرتك عن الشراكات، إلى أي مدى تغيرت طبيعة العلاقات الأمريكية والأوروبية مع دول كانت ربما تصنفها من الخصوم زي إيران وفنزويلا على سبيل المثال؟ نعم، هذا بيعني تأثير سلاح الطاقة في إدارة العلاقات الدولية. هناك هيكلة في العلاقات الدولية، بمعنى كانت العلاقات الدولية في السابق تقام على فكرة الأيديولوجية كما كان الحرب البرد، الآن هي في علاقات براجماتية على المصالح. أزمة الطاقة وتعويض وغياب النقص النفط الغاز الروسي دفع أمريكا لإعادة تغيير سياستها تجاه الدول الخصوم أو ما تسميها الدول المارقة والمتمردة، فنزويلا وإيران. يعني هذا رأينا هناك تكثيف ورغبة كبيرة في الوصول لاتفاق نووي مع إيران مرة أخرى وإحياء اتفاق 2015، وتحديدا الأوروبيين، الأوروبيين أكثر ضررا في موضوع الطاقة من الأمريكان. وبالتالي لكن إيران لديها مطالب وشروط ربما لم تنضج حتى الآن فكرة التسوية. ايضا امريكا ذهبت الى فنزويلا، الرئيس مادورو الذي كانت تصنفه كرئيس منبوذ تحاول ان تغلب او تحكم المعارضه عليه، ومع ذلك الان هناك مرونه، هناك تغير، النفط الفنزويلي مهم وقريب لامريكا. وايضا فيما يتعلق مثلا بدول عربيه مثل الجزائر، يعني الرئيس ماكرون ذهب الى الجزائر وبدا يتكلم عن فكره الارشيف الجزائري في الحرب التحرير وغيرها، كل هذا منطلق اعتبارات واضحه اقتصاديه، استعاده العلاقات بالدول. نعم، يريد استبدل الغاز الجزائري وهو قريب من اوروبا بالغاز الروسي، وبالتالي بدات الطاقه وسلاحه او الطاقه تستخدم في اداره او تغيير نمط التحالفات الدوليه. وهذا بس في تسريع لوتيره الطاقه النظيفه والجديده والمتجدده دكتور، وهي التكنولوجيا الحديثه او نيو تكنولوجي كما يسمى، ويمكن كان ليها جدول زمني معين او اجنده معينه، ولكن هذه الوتيره بدات في شكلها بشكل اسرع، يعني حتى يكون الاعتماد على النفط التقليدي من مصادر متعدده اقل، وهو طبعا هيمثل طبعا عبء اقل على الدول دي. هذه الاستراتيجيه هي تقاس في المدى المتوسط والبعيد. نحن نتكلم على المدى القريب، المدى القريب يظل النفط هو العامل الاساسي في المدى القريب ده، بنتكلم عن كم سنه تقريبا؟ يعني في حدود مثلا من 5 لـ7 سنوات حتى نتكلم عن استبدال كامل بالنفط بمصادر الطاقه النظيفه. نعم. اولا هذه المصادر مكلفه جدا، التكنولوجيا مكلفه. هنا نقطه مهمه وهي ما تطالب بها مصر دائما، ان الدول الغربيه والمتقدمه لابد ان تزود الدول الناميه بالطاقه، تكنولوجيا الطاقه المتجدده والطاقه النظيفه والتوسع في الاقتصاد الاخضر، لان احد هذه تعهدات قمم المناخ السابق. الدول الغربيه الان هي تتوسع في الطاقه النظيفه، بالمناسبه الكونجرس الامريكي والرئيس بايدن اقر اكبر ميزانيه اكثر من 450 مليار دولار لتشجيع الشركات والافراد في التوسع في الطاقه النظيفه، السيارات الكهربائيه، الطاقه القائمه على الهيدروجين، لكن تظل في نهايه المطاف بديل لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل كبديل عن النفط والغاز، يظل النفط والغاز. اوروبا الان لديها مشكله
مع اقتراب الشتاء بتحاول ان تؤمن مصادر الغاز سواء من دول مثل الجزائر، دول احتياطات مختلفه، لكن تظل مشكله الطاقه مؤثره سياسيا على حكومات وتوجهات في دول وفي حكومات كثيره داخليا، مؤثره على نمط التحالفات الدوليه، مؤثره ايضا في اطار مع الصراع الدولي بين روسيا من ناحيه وامريكا والغرب من ناحيه. واعتقد ان روسيا يعني تستخدم سلاح الطاقه بشكل جيد في التعامل مع الغرب. بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد سيد احمد، خبير الشؤون الامريكيه والدوليه بالاهرام والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. شكرا لحضرتك يا دكتور. شكرا استاذ لامي. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه المواجهه لهذه الليله، القى حضراتكم دائما على الف خير، الى اللقاء.